اهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، من المتعارف عليه ان المرض يؤثر سلبا على نفسيه المريض، وطبعا الحال يكون اكثر صعوبه اذا كان المريض مصاب بالسرطان لا سمح الله. فكيف تتوقع ان تكون نفسيه هذا الشخص، وكيف ممكن الطبيب او الاخصائي النفسي وحتى المحيطين بالمريض يساعدوه على تجاوز هذه المحنه والتاقلم معها؟ التفاصيل مع ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه مروه سليمان الصقعبي، اخصائيه نفسيه اكلينيكيه. مساء الخير استاذه مروه، وكل عام وانتي بخير. وانتي بعد بخير، كل عام رب الكل عاملين في الاستوديو بخير والمشاهدين. اللهم امين. طبعا اكتوبر ثينك بينك، او طبعا دائما مرتبط بمرض السرطان، لكن فعليا هل برايك هناك مبالغه بتاثير بالكلام عن تاثير النفسيه على المرض، او فعليا هناك دور او تاثير كبير للدور النفسي على طريقه تقبل المرض او حتى طريقه التشافي منه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين. طبيعي النفس تؤثر في الجسد، والجسد يؤثر في النفس. كائن يعني احنا متكونين من نفس وجسد وروح، لا نتجزع كلا عن الاخر. لا نتكلم في الروح طبعا فهو من امر ربي، نتكلم عن النفس والجسد. طبيعي يؤثر النفس في الجسد والعكس. اذا كان انسان مريض يتاثر نفسيا ان هو مريض، واذا كان انسان نفسيا مريض يتاثر الجسد بانه نفسيا مريض، زي حاله اكتئاب او قلق او اي نوع. لاحظ في الم في المعده، لاحظ في الم في اسفل الظهر، حتى عضلات، صداع مستمر، الاشياء هذه كلها. لما يكون الانسان مصاب بمرض يسمى مرض عضال زي مرض السرطان، اكيد حيكون نفسيا متاثر اكثر انه هو مصاب بهذا المرض. انه مرض صعب طبعا، معروفه سمعه المرض، معروفه تاثر سمعه المرض معروفه، وهذه هي المشكله ان هي معروفه. لكن اصبح الان والمفروض الانسان يحط هذا بباله، ما في شيء مستحيل وما في شيء اسمه معروف. كل مره العلم يتقدم، وكل مره الطب يتقدم. وحتى لو لاحظنا العمليات نفسها، اول كيف كانت الوز تتسوى، كيف كانت الزايده تتسوى، شق البطن من الى يعني الحين منظار ولا شيء. الحين ما في شيء ما له علاج، كل شيء له علاج وكل شيء له حل. فهي سمعه المرض يعني الحين لا تزال كالسابق. طب كيف تاثر يعني اكثر شيء عاده يطلب الدعم منكم كاخصائيين، وايضا من الاسره او من المحيطين، شو الدور اللي يفترض يؤدوه كاهل او اقرباء كدعم لدعم المريض؟ نعم، اول شيء على المريض او على الاخصائي النفسي والطبيب ايضا المعالج دعم المريض وتهيئه المريض لتقبل المرض. التقبل من اهم الاشياء. نعم. اللي يجعل المريض يعيش حياته طبيعي حتى لو كان مصاب بالمرض. والتقبل الرضا، معناها انه انا اول شيء لازم احط في عين الاعتبار او في بالي انه في شيء اسمه حسن المظن بالله. ونعم بالله. احنا اول ما نقول سرطان على طول الانسان يفكر في ايش؟ الموت. هموت. او حيصير فيني اي شيء، حتشوه، ايا يكن. طب انت ليش تحط ببالك الشيء هذا؟ انت ما تعرف بكره ايش حيصير، ما تعرف بعد دقيقه ايش حيصير. انت ممكن تحليلك الحين يكون سرطان، تعال راجع بعد اسبوع يقولوا لك سبحان الله ما في شيء. وتصير صارت كثير. صحيح. كثير ناس كان عندهم سرطان ونجوا من السرطان، الحمد لله، الله يشفيهم ويشفي المسلمين جميعا يا رب. انت ما تقدر تعرف ايش حيصير بكره ولا بعده، انت ما تقدر تعرف بعد دقيقه ايش حيصير. فليش دائما فاقدين احنا حسن الظن بالله؟ وهذه اكبر مشكله يعاني فيها المريض واي مريض. حسن الظن بالله هو الامل، هو التفاؤل، هو ان انا مهما صار ربي معايا ان شاء الله، واذا مرت فهو يشفيني. ونعم بالله. صحيح. في ناس كثير كمان تقلق، انا ماني خايف على نفسي، انا خايف على عيالي، انا خايف على زوجتي، انا خايف على امي وابويا، ما حد يراعيهم. مين رعاك اصلا؟ مين اللي حماك؟ مين اللي حمام طول السنين هذه؟ انت ترى مو انت. وش رايك استاذه مروه ناخذ يعني تجربه واحده من السيدات، اكيد كل هالافكار مرت في راسها لما سمعت انها مصابه بمرض السرطان. معنا مشاهدين عبر الهاتف مدام ليلى، وهي طبعا ناجيه من المرض. مساء الخير. مساء النور والسرور، يا هلا. هلا فيك، يعطيك العافيه، والحمد لله طبعا على ان شاء الله ربي يديم عليك الصحه والسعاده يا ربي. لكن استاذه ليلى، اذا رجعنا شوي ذكرينا كيف كان يعني اول ما سمعتي بالخبر، او اول ما صدمتي بانك مصابه بالسرطان، الصدمه الاولى كيف كانت؟ والله الصدمة كانت طبعا كبيرة ما أخفى عليكي، بس هنا لازم أنوه عن دور الطبيب عندما يبلغ المريض، لازم يبلغه بطريقة يعني ما تكون طريقة مفاجئة له، طريقة أنه مصاب بمرض فاجعة، لازم يكون بالتدريج وبطريقة، ويذكره بالله عز وجل، وأن هذه يعني كلها سبحان الله ابتلاءات، لازم الإنسان يكون يعني يتحلى بالصبر وبالاتجاه إلى الله عز وجل، وإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه قادر على شفائه بإذن الله تعالى. نعم.
طب حاليا يعني الحمد لله استاذه ليلى من كم لك تقريبا شافيه من المرض؟ وسؤالي هو لما تكوني مجتمعه في مكان فيه سيدات مصابات في السرطان، شو الدور الايجابي، لان اكيد رسالتك ايجابيه، لتعطيه للسيدات المحيطات فيكي؟ انا لله الحمد والمنه شفيت من المرض من 9 سنوات ما شاء الله، لله الحمد والمنه. وبعد اصابتي بالمرض اتصلت بطبيبتي الدكتوره مها عبد الهادي، انا كنت في الخبر ما كنت في الرياض، ف يعني انضميت الى جمعيه زهره لمرضى سرطان الثدي واشتغلت في الدعم النفسي. فكان قبل ما المريض يسوي العملية أو يقدم على العلاج الكيماوي ده، أتصل أنا بالمريضة وهيئها نفسيا وذكرها بالله عز وجل، وإنه هذا يعني الإنسان لا يأخذ هذا المرض إنه نهاية العالم، وإنه يعني أغلب ما يعني في مجتمعنا هيئوا الناس نفسيا من قديم ومن حديث إنه المصاب بالسرطان إنه نهاية يعني الموت. فإحنا لا، يعني لازم نتحلى بالصبر، نتحلى بالإيمان بالله عز وجل، ونلجأ إلى الله بالصلاة وبالعبادة وبالقرآن، إنه إن شاء الله يعني إن الله يشفينا ويعافينا بإذن الله تعالى. والموت قد يأتي للإنسان من غير أي مرض، ممكن بفراش الإنسان يموت، فنحن لازم نكون مؤمنين بالله عز وجل. طب أستاذة ليلى، يعني أكيد خلال المرض كان في لحظات قوة ولحظات ضعف، خلال لحظات الضعف كيف كنتي يعني تجمعي نفسك، تلمي نفسك مثلا او تستجمعي قواكي؟ اذا مروا مثلا في بالك الاطفال، الاسره، الاهل، هذه المسؤوليات اللي ما تغيب عن بال الام. فعلا هي الام يمكن على ما قالت الدكتوره تفكر باللي حولها واولادها وزوجها واسرتها قبل ما تفكر بنفسها، انها حتتركهم وانها حتغيب عنهم وانها حت يعني تنشغل بالعلاج يعني قد يطول. ف الإنسان يجي لحظات ضعف، لكن داي الحمد والمنه دائما أنا أذكر يعني مرضايا اللي أنا أتعامل معاهم اللي في الدعم النفسي وذا، وأذكر نفسي عز بالله عز وجل. لازم نلجأ إلى الله دائما، يخلي الإنسان يعني شكوى وهم ومشتكى إلى الله عز وجل. ونعم بالله. أستاذة ليلى ناجية من مرض السرطان، شكرا جزيلا لك على المشاركة، ورب يديم عليك وعلى الجميع طبعا الصحة والعافية. يا رب إن شاء الله يشافي كل مريض من المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير وشكرا على المقابلة، وإن شاء الله نشوفكم في أحسن من كذا. شكرا شكرا لك، شكرا لك أستاذة ليلى. أستاذ مروة نرجع لك، بالنسبة للمرض يعني عادة أو هذا المتعارف عليه أن السيدة أكثر تأثرا، نفسيتها دائما تتأثر بشكل أكبر. بالنسبة لل يعني من خبرتك المصابين بمرض السرطان، من الأكثر تأثرا، الرجال أم النساء؟ أو تقريبا الاثنين يكونوا نفس الوضع؟ اثنينهم في بداية الصدمة يكون نفس الشيء سواسية، لكن المرأة أحيانا تكون أكثر شوي لسببين اثنين. أولا زي ما تفضلت الأخت ليلى، وأدعو لها الحمد لله أن ربي يتمم عليها شفاءها وشفاء جميع المسلمين يا رب العالمين. آمين. الأخت ليلى زي ما ذكرت أنه هي كأم صارت شيء لهم عيالها، ومن هيقوم برعايتهم، من هيقوم بمسئتهم، فهذا أحيانا الأم تكون أو الأنثى تكون أكثر في الجانب هذا من الرجل. ولا أعني أن الرجل ما هو متحمل مسؤولية أو عشان ما حد يفهمني غلط أو أنه ما يفكر في عياله، لا بالعكس، لكن الأم لأنها عاطفية أكثر. نعم. طب آلية التعامل مع المريض يعني من خلال نفس الإجابة، آلية التعامل مع المريض إذا جاءك مثلا حالة، هل طريقة تعاملك مع السيدة هي نفس تعامل مع سيدة أخرى، أو حتى طريقة تعاملك مع سيدة نفس تعامل مع الرجل؟ مع السيدة هذه، مع تحديدا إيصال الرسالة الأولى. طيب السيدة هذه مثل السيدة الأخرى، مثل الرجل، مثل كل الناس. عفوا. وذكرت الأخت ليلى أنه أول شيء المريض لازم لما يتخبر أسلوب اللي يتخبر فيه انه هو مريض. ثاني شيء تذكيره بالله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، ان هذا مرض يصاب فيه اي انسان، معرض لاي انسان، سواء كان في وراثه في العائله او ما في وراثه في العائله. ثالثا انه لما اذكره بالله اذكره انه مرضك حيشفيك، فحسن ظن بالله، وهذه دائما اكد عليها، حسن ظن بالله هو التفاؤل. نعم. فالخطوات الاولى لكل الناس المرضى سواء كان بالسرطان أو غير السرطان، أي إنسان يفقد الأمل، يا جماعة فقدت الأمل أنت فقدت حياتك. والمشكلة شوف المفارقات الغريبة العجيبة، أنه إحنا كمسلمين ننسى كثير من أحيان الشيء هذا. شوفي الغرب كثير مرضى السرطان أنت ممكن تشوفي عايش حياته ويخالط الناس وما عنده أي مشكلة في أي شيء، ويلبس ويروح ويجي، بس مواعيد مثلا كيماوي يروح يحضر في مستشفى، اضطر أنه يتناوم في مستشفى لأي سبب عادي جداً.
الأهل يزروا الابتسامة من هنا لهنا، ما يقعد الأهل يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ما شافوه قاموا بكوا في وجهه. طيب هذه من الأشياء الثانية اللي تحبط الآخرة والموت ونعمة بالله، لكن وهذه شوية تفاؤل أيضا، تفاؤل حلو والتذكير بالآخرة. الإنسان لما يكون مريض أو غير مريض، الآخرة قائمة طبعاً. قائمة ما هي قائمة والموت مريض فقط. لكن حتى لما يطيح شعر الإنسان مثلا، إيه هذه مشكلة، هذا شيء مثلا صحيح الواحد يزعل عليه، إحنا ما نقول الإنسان لا يزعل، الإنسان من حقه يزعل ومن حقك أنك تزعل على نفسك، هذه نفسك. لكن بعد الزعل إيش؟ وانت اذا قاعد زعلان على طول، انت لا سويت الشيء المفروض تسويه ولا ساعدت نفسك باي شيء. عارفه استاذه مروج، مره جتنا ضيفه كانت تتكلم عن هذه المرحله، مرحله ربي يحفظ الجميع، طبعا تساقط شعر المريض بالسرطان، قالت انها مؤلمه جدا لدرجه انها قررت تشيل شعرها بنفسها يعني بالموس، ولا انها تتحمل الم تساقط الشعر، فهو اصلا بوضع صعب، فالشخص اللي بالمقابل يفترض يدعم. صحيح، ومعظم المرضى يسوون نفس الشيء، لما يطيح الشعر يحلقوه كله اسهل اثناء او عشان يصير الشكل واحد، ما يصير فيه اختلاف في شكل الراس انه جهه وجهه او شيء. هذا شيء مؤلم، انا ما اقول هذا شيء ما هو مؤلم، بس طيب خلينا نفكر، ممكن يرجع شعرك ولا ممكن ما يرجع؟ ما هيرجع. طاح ايه بس هيرجع، انت عندك الحين شيء اهم من شعرك. اسمحي لي، احنا عندنا هل آلية التفكير الايجابي موجودة بصراحة؟ لا. لان مثلا في الغرب كثير مثلا يكون في مجموعات دعم، مشاهدينا تخيلوا ان البعض مثل مجرد ما يشيل شعره يبتدي مثلا يرسموا الاطفال على راس المصاب او الى اخره، وانا قاعد اقول لك هذه المفارقات الغريبة موجود اللي المفروض احنا نتحلى فيها، هذه المفارقات الغريبة تلاقي، حتى انا ما اقول حتى كل العيلة لازم تحلق شعرها زي الشخص المصاب، لكن تلاقي في ناس مثلا تدعمهم بانه انا كمان هحلق شعري ونتصور سوا، وشوفي صورهم، شوفي حتى افلام حتى تكون وثائقيه مثلا عن مرضى السرطان، شوفي كيف عايشين حياتهم. في جزء منهم يائس، انا ما اقول لا، بس احنا خلينا نتكلم عن جزء متفائل، خلينا نصير زيهم. وهنا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، برضو في ناس متفائله، برضو في ناس مهما اصابت بالمرض. كيف ننشر هذا الفكر الايجابي؟ خلينا نقول على ما يعني على مستوى الاسره على الاقل، كيف نوعي الاهل وفعلا نعطيهم نصائح ايجابيه؟ خلينا اول شيء انتم كاهل اذا عشتوا حياتكم طبيعيه، وهو جزء من العائله هيعيش حياته طبيعيه بالكامل طبيعيه، بالكامل طبيعيه، ايش اللي يمنع؟ ما عنده اي مشكله غير اوقات الدواء، او لو في عمليه جراحيه هيروح يسويها وبس. لكن ايش اللي يمنع انه يلبس، ياكل، يشرب، يطلع، يسافر؟ ايش اللي يمنع؟ ما في شيء يمنعه، ولا حتى الدكاترة يمنعوا إلا لو كان عنده جرعة علاجية. وأثناء حتى الجرعة ممكن الشيء الوحيد اللي يمنعه المخالطة أثناء الجرعة أو بعد الجرعة، لا أكثر ولا أقل. وكم مدتها تقريبا فترة عدم المخالطة هذه؟ كم يوم؟ والله أنا علميا ما أعرف بالضبط كم فترة المخالطة، لكن أتوقع أثناء الجرعة وبعد الجرعة تقريبا 72 ساعة، والله أعلم حسب أيوة ما يعني نفس اليوم يعني. وثاني يوم فقط يعني. لكن غير كذا عايش حياته طبيعي. لكن أنت تبغى تحبس نفسك، هذا شيء راجع لك. طب يعني زيدينا دكتوره من استاذه من النصائح، في حال كان المريض مثلا داخل في المنطقه السوداء خلينا نسميها تشاؤم مثلا، كيف اعطي له دفعه ايجابيه؟ كيف الدفعه الايجابيه؟ ما تقدر تسحب الشخص يقوم معك يعني. اعلم انك باكتئابك زدت على مرضك مرض وهم. اعلم ان دموعك لن تشفيك، ولكن رفع يدك الى السماء هو الذي سوف يشفيك ان شاء الله. اعلم ان جلوسك بمفردك وتفكيرك لن يزيدك غير الهم، هم لأنه أنت قاعد تشيل بالحالك وما في شيء. لكن إذا أخذت بالأسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنت قاعد توكل أمرك لمالك الملك، مش بس للدكتور، الدكتور أنت قاعد تثق فيه، طب كيف مالك الملك؟ وكل أمرك وخليك فعلا حسن توكل، أنك لا تشيل هم شيء، لا تشيل هم بكرة، لا تشيل هم عيالك، ترى اللي رزقك عيالك رازقهم ورازقهم لين يكبرون، لا تشيل هم. لكن انتبه لنفسك، خذ بالاسباب، خذ ادويتك، عيش حياتك، ربي ما منعك ولا الاطباء منعوك انك انت تعيش حياتك حتى لو انت مريض. اذا جاك مرحله ياس طبيعي، لا تلوم نفسك انك انت زعلان، انت زعلان بس فكر بعد ما بكيت، بعد ما زعلت ايش حسوي؟ طول ما انت فيك نفس انت قادر تغير شيء، طول ما انت فيك نفس ربي قاعد يقول لك ترها في فرصه ثانيه، ترها في امل، في شيء مثلا تبغى تسويه سويه، في علاج تبغى تاخذه لازم تاخذه. حتى من باب الشغل، حتى من باب التربية، حتى من باب التسامح، حتى من باب الوردين، أي شيء تبغى تسويه أنت عندك فرصة، أكيد سويت في الفرصة هذه أكيد. فأنت ليش قاعد تفكر أنك هتموت وأنت لسه ما مت؟ ما تستبق الموت، أنت قاعد تموت نفسك وأنت معين عايش، عيش حياتك بشكل طبيعي وقاعد جدا وقاعد تموت نفسك وأنت عايش، فعلى إيش وليش؟ أكيد. وزي ما قلنا لو حتى، وأكيد جاكي يرانيم كمان أحيانا يجيك على الواتساب أنه
اكتشاف علاج للمرضى السرطان، في احد اخذ مثلا براءة اختراع او ادوية لمرضى السرطان، وفي وحدة سعودية اتوقع كمان حققت الشيء هذا. صحيح، كل مرة في شيء جديد ودائما في امل ودائما الحياة تستمر، لكن الشخص يقرر الاستمرار. استاذة مروة سليمان الصقعبي اخصائية نفسية كلينيكية، شكرا جزيلا لك وعلى هالدفعة الايجابية طبعا للجميع. ومشاهدينا فعليا طبعا أكيد ما نمنع الشخص المصاب بأي مرض لا سمح الله أنه يأخذ وقته من الحزن، لكن هو خيار شخصي، اختيارك أنت. إذا قررت أنك تستسلم لهذا المرض وفعلا تكمل المسيرة وتعطي المرض حقه وزيادة لغاية ما يتملكك، هذا اختيارك. لكن إذا قررت أنك أنت تعيش وتستمر، هذا أيضا خيار. وطبعا أكيد الدعم النفسي من المحيطين مهم جدا، تعاملوا بشكل طبيعي، هو مرض لكنه مو نهاية الدنيا. مشاهدينا ربي يحفظكم جميعا، ومستمرين لكن بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، هاكرز يستغلون اسم ماجد الرومي لحرق الهواتف الخلوية،